فنانة جمانة مراد، بنرحب بيكي، بنقول لك ألف مبروك النهاردة كباري. الله يبارك فيكي يا رب، مبروك ليكي كمان. جمانة، دور جديد مختلف جدا عليكي، وعرفنا ان انتي تعبتي فيه جدا، احكي لي عن دورك. والله هو عايزه اقول لكم ان انا اول ما قريت الورق يعني طبعا شدني جدا، الورق حلو قوي، الاستاذ احمد عبد الله كاتب ورق تحفه. يعني فمستحيل اي حد الا انه هو يعني مستحيل اي حد يرفض ان هو يشارك في فيلم زي ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لما دخلنا تصوير كمان الكاست الفني اللي معانا كلهم حبايبي واصحابي، فده كان شيء كمان طمني جدا. الاستاذ سامح عبد العزيز كان متعاون جدا، وكان بيدقق على كل حاجة، على كل صغيرة وكبيرة، وكان مريحنا الحمد لله بالتصوير، وده ساعدني كتير جدا لان انا عاملة شخصية جديدة عليا ما عملتهاش قبل كده، فكنت قلقانة وخايفة، بس الحمد لله بمساعدة الناس كلها الحمد لله يعني ان شاء الله. شو ما انا عرفنا ان انت تعبتي في طريقة الالقاء، انت مش متعودة تعملي الفتاة الشعبية، يعني مش متعودة تعملي. ما انت عارفة يا سماح، الحكاية مش حكاية انت بتتكلمي مصري، لا ده يعني لو بتتكلمي مصري عادي، هو ما احنا بنتكلم مصري، لا الحكاية انت بتتكلمي بيئة شعبية، شعبي جدا، فده كان صعب. احنا عرفنا ان كان في حد بيساعدك، مين؟ حد ده كتير، سامح كان بيساعدني كتير وبيقول لي ازاي اعمل المشاهد، وامينه ساعدتني. امينه فعلا كنت اقول لها قولي الجمله بتتقال ازاي، وابص لها كده بتقولها ازاي، بتعمل بعينيها ازاي، واقوم عامله زيها بصراحه.